أيها الأخوة الحضور، نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية بمناسبة انتفاضة مارس المجيدة. نستضيف فيها الدكتور حسن مدن، أمين عام سابق لجمعية المنبر التقدمي، يتحدث فيها بعنوان جدل الوحدة الوطنية والإصلاح السياسي لانتفاضة مارس. طبعا الدكتور حسن مدن غني عن التعريف، منذ أن كان طالبا كان شخصية بارزة في نشاطاته وفي كتاباته، وأيضا في مجالات فكرية وسياسية متعددة ذات نالت صيتها على جميع الصعيد، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العربي. الدكتور طبعا له خبرة طويلة في هذا المجال، وعاشر أيضا خلنا نقول ربما جزءا من هذه المرحلة، فهذه فرصة سعيدة أن نسمع من ملامح تلك المرحلة، كون أن انتفاضة مارس هي مفصل جديد في مسيرة الحركة الوطنية في البحرين. وانتفاضة مارس هي في الحقيقة انتفاضة عمالية، وقدمت العديد من الشهداء، وتستحق مزيد من تسليط الأضواء عليها. فما هي يعني دواعي هذا الفصل وشرعية فصل العمال في تلك الفترة؟ راح يتطرق إليه الدكتور حسن مدن في حديثه هذه الليلة، فنرحب به مجددا. وأهلا وسهلا بك دكتور حسن، فلتفضل. شكرا خمكي، وشكرا لكم أيها الأخوة على الحضور، وشكر موصول للأخوة في التجمع القومي على دعوتهم لنا لإحياء هذه المناسبة. وهناك التوضيح، أولا أنا طبعا لم أعش الانتفاضة، يعني لما احنا كنا يعني صحيح أدركناها عمرا، ولكن لم ندركها دورا، يعني كنا بعدنا يعني في المدرسة. ولكن على كل حال يعني هي جزء من ذاكرتنا الجمعية المشتركة كلنا كبحرينيين، يعني بصرف النظر عن أجيالنا. يعني قبل ما أبتدي أحب أوضح أن الحديث حول تنظيم هذه الندوة جرى مع الأخوة التجمع القومي ومع الدكتور حسن العالي بشكل خاص، حول الوحدة الوطنية والإصلاح. الحقيقة لم يكن حين كان المفروض هذه الندوة تقام في فبراير، ولكن لظرف خاص يعني تأجلت إلى مارس، ووجدنا يعني تأجلت أسبوع، فوجدنا أن هذا الأسبوع يعني هو في مارس، ففي حينها يعني قررنا أن نحاول أن نربط بين الموضوع الأساسي اللي هو الوحدة الوطنية والإصلاح، الذي هو منفصل في الحقيقة عن موضوع الانتفاضة، وبين الانتفاضة نفسها، يعني كونها مختبرا لدروس كثيرة تتصل بهذا الموضوع. فلذلك يمكن مداخلتي ستتكون من قسمين، يعني قد يبدوان غير مترابطين يعني بشكل كافي، ولكن أعتقد الأمور بينها مشتركات يعني يظل في نهاية المطاف. لذلك سأبدأ الحديث أولا حول انتفاضة مارس نفسها التي يعني نعيش هذه الأيام ذكراها السنوية، وهو يعني تقليد حميد دابت عليه القوى الوطنية والسياسية في البحرين أن تحيي هذه المناسبة الوطنية المهمة الحقيقة والمجيدة بالفعل، كونها جزءا مهما من تاريخنا الوطني مليئا بالدروس وبالعبر التي سنظل نحتاجها في ظروفنا الراهنة. لدي ورقة يعني أو جزء من الورقة كما أشرت يتصل بموضوع الانتفاضة، سأقرأ منه فقرات لأن الوقت أعتقد لن يتسع للإحاطة بكل شيء، على أن نعرج بعدين إلى موضوع الوحدة والوطنية والإصلاح، ليس فقط في المنظور البحريني المحلي، وإنما أيضا حتى بالأفق العربي يعني، وهذا ما سنأتي عليه بعد قليل. كما نعلم أن انتفاضة مارس 1965
انطلقت شارتها احتجاجا على الإجراءات التي قامت بها شركة بابكو بتسريح أعداد كبيرة من العاملين فيها، وهو الأمر الذي هبت الطبقة العاملة في البحرين محتجة عليه، وتضامن معها في ذلك طلبة ومثقف البلاد وكافة الشرائح والفئات الاجتماعية الكادحة. وكانت هذه الانتفاضة يعني أو استغرقت هذه الانتفاضة مدى زمنيا يعني استمر شهورا، وكما نعلم قدم فيها الشعب البحريني تضحيات غالية حيث سقط عدد من الشهداء، وهذا أمر مهم، من مختلف مناطق البحرين. هناك شهداء سقطوا في المحرق، وشهداء سقطوا في المنامة، وآخرين سقطوا في نويدرات وسترة وغيرها من مناطق البلاد. فهي بهذه الصفة كانت بالفعل انتفاضة وطنية تغطي يعني كافة مناطق البلاد، وشاركت فيها كافة مكونات الشعب والمجتمع. وفي هذا دلالة على الوحدة الوطنية للشعب البحريني آنذاك في نضاله لتحقيق أهدافه المشتركة، وهذه يعني ربما كانت إحدى السمات أو التقاليد الإيجابية التي تكرست في العمل الوطني في البحرين منذ الخمسينات، منذ حركة الهيئة. ورغم أن الانتفاضة كما نعلم جميعا يعني كل من كتبوا على الانتفاضة وعايشوها وأرخوا لها يؤكدون بأنها حركة أو انتفاضة انطلقت بصورة عفوية من قلب الطبقة العاملة ومن قلب المجتمع، ولكن وجود التنظيمات الوطنية المنظمة آنذاك يعني على حداثة عهدها، يعني نتحدث أن هذه التنظيمات تأسست في منتصف الخمسينات والانتفاضة كانت في منتصف الستينات، تحدث عن عقد فقط 10 سنوات يعني على نشوء هذه التنظيمات الوطنية، ولكنها كما نعلم تحولت إلى رافعة حقيقية أمنت يعني استمرارية هذه الانتفاضة لعدة شهور، و يعني أضفت عليها يعني سمات الانتفاضة الشعبية الواسعة بكافة أوجهها. والمهم أن في أمر انتفاضة مارس أن النضال ضد الهيمنة البريطانية عن البلاد، نضال من أجل الاستقلال الوطني من أجل الحرية، وهو الهدف الذي يعني يناضل من أجله الشعب البحريني طويلا عندما كانت البلاد تحت الحماية البريطانية، لم ينفصل عن النضال ضد تعسف الشركات الأجنبية ممثلة آنذاك يعني بشكل خاص في شركة موكو، وضد الاستغلال الطبقي. وعلينا أيضا أن نلاحظ أن النضال الوطني في البحرين أصبح أكثر صلة وارتباطا وتفاعلا مع نضال حركة التحرر الوطني العربية بشكل عام، وهذا أمر طبعا لم ينشأ في هذه الانتفاضة فقط، وإنما نشأ في الحقيقة في الخمسينات عندما كانت حركة الهيئة أيضا جزء من النهوض القومي والوطني في المنطقة العربية، وجزء من نهوض حركة التحرر في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. طبعا انتفاضة مارس لا نستطيع أن نقول أنها انتصرت يعني بمعنى أنها حققت كل الأهداف التي قامت من أجلها ولا كل الشعارات التي رفعتها. هي نجحت طبعا جزئيا في إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، وهذا طبعا مكسب في حين أجبرت شركة النفط والدولة معها حينها على أن تستجيب إلى مطالب العمال بإعادة المفصولين مطالب الانتفاضة، ولكن الأهداف الوطنية الواسعة لم نستطع أن تتحقق، وهذا أمر مفهوم. يعني ليس كل الانتفاضات وليس كل الهبات في تاريخ الشعوب والمجتمعات تحقق أهدافها بشكل فوري يعني، لكن هذه الانتفاضة بالذات تركت من الآثار العميقة الشيء الكثير يعني في حياة المجتمع البحريني وفي حياة أجيال من البحرينيين، يعني الوعي الوطني، الوعي الثوري، الانتشار الفكر الوطني، ظهور جيل جديد خرج من قلب هذه الانتفاضة واصل رفع راية النضال الوطني، هذه كلها من الآثار التي تركت هذه الانتفاضة. ويمكن القول أن زخم الانتفاضة استمر فيما بعد أيضا وانعكس في النهوض العمالي والتحركات العمالية سواء في نهاية الستينات
بعد قمع الانتفاضة أو في مطالع السبعينات، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى التحول الديمقراطي، أو إذا وضعنا التحول بين قوسين يعني على أساس لا نعطيه يعني حجما أكبر من حجمه الحقيقي، ولكنه كان على كل حال تحولا مهما بوضع الدستور ونشوء الحياة النيابية الموؤودة الأولى. فلذلك يعني زخم الانتفاضة أو روح الانتفاضة استمر يعني لاحقا في نضال الشعب البحريني، ووجد تجلياته أيضا في قيام التحرك العمالي في السبعينات بقيادة اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة، وهي أيضا كانت أحد أشكال الائتلاف العمل الوطني الواسع حينذاك. لابد من الإشارة أيضا إلى أن انتفاضة مارس في جانب رئيسي من جوانبها هي امتداد لحركة هيئة الاتحاد الوطني، على الأقل في الطابع الوطني الذي أشرت إليه في البداية منذ قليل، بأنها حركة وطنية شملت كل مناطق البحرين، شاركت فيها كافة فئات المجتمع، كافة المدن، كافة القرى، الرجال والنساء. يعني كما نعلم كانت للنساء أيضا مشاركة مهمة في هذه الانتفاضة، وهو الأمر الذي طبع بصورة من الصور يعني هذا الطابع الوطني العام حركة الهيئة. يعني لو عدنا إلى تاريخ البحرين، طبعا تاريخ المطالبات السياسية والاحتجاجات والهبات الشعبية يعني ليس حديثا يعني في تاريخ البحرين ومنذ بداية القرن العشرين، وتاريخنا يعني حافل بمثل هذه الانتفاضات، ولكن كل من يدرس في هذا التاريخ أو يقرأ هذا التاريخ سيلاحظ أن هناك تحركات اتخذت الصفة بين قوسين الفئوية. يعني نجد مثلا عريضة لتجار المنامة، عريضة لوجهاء المحرق مثلا، بصورة أو بأخرى كان الطابع المناطقي وربما أيضا حتى المذهبي أو كذا، بدون الوقوف الآن طبعا حول جوهر هذه المطالب وإنما حول الروافع التي كانت ترفعها، كانت تنحصر في منطقة أو تنحصر في طائفة أو في مجموعة، على خلاف ما حدث في 56 في 54 عفوا انتفاضة في حركة الهيئة، وتجسد أيضا في انتفاضة 65 فيما بعد، واستمر بزخمه حتى يعني نهاية السبعينات وربما بداية الثمانينات، عندما كان الطابع الوطني هو الطابع الغالب. الطابع الوطني يعني بمعنى الشامل، أنا أقصد عندما أتحدث صفة الوطنية هنا المقصود بها أن الصفة الوطنية العامة التي تمثل كل المجتمع، كافة مكونات المجتمع والشعب. يعني ما الذي يعنينا الآن إحنا الوقوف أمام الوحدة الوطنية يعني في هذه المناسبة؟ يعنينا لأن بدرجة أساسية نحن شهود على ما اعترى مجتمعنا واشترى بلدنا والبيئة المحيطة حولنا يعني في السنوات الأخيرة من انقسام وتشظن يعني عميق، يبعث في نفوسنا يعني إحنا كمناضلين وطنيين و كدعاة للوحدة الوطنية وبأصحاب برامج يعني عابرة للفئات والطوائف يعني منذ تأسيسها، يثير في نفوسنا طبعا القلق أن الوحدة الوطنية تصدعت بهذا الشكل الكبير، ولذلك أسبابه طبعا الكثيرة التي لا يمكن أن نلقي بمسؤوليتها على طرف واحد يعني فقط، أسباب عديدة ومعقدة، خاصة إذا نظرنا إلى أن هذا التشظي والتفتت في الوحدة الوطنية للمجتمعات ليس ظاهرة بحرينية فقط، وإنما هو ظاهرة أصبحت عربية، نجدها في العراق ونجدها في سوريا ونجدها في ليبيا، هناك ربما لا تأخذ شكل السنة والشيعة ولكن تأخذ شكل المناطق والقبائل، وشيء مشابه يمكن ينطبق على اليمن، فهي ليست ظاهرة بحرينية بالمناسبة وإنما هي ظاهرة عربية، وكما في كل الظروف والمحطات التاريخية نحن نتأثر سلبا أو إيجابا بما يدور حولنا في المحيط العربي. ولكن الأخطر يعني في هذا التمزق الذي يعني يواجه الوحدة الوطنية اليوم هو أنه يصرف الأنظار عن التناقض الرئيسي في المجتمع. ما هو التناقض الرئيسي في المجتمع؟ التناقض الرئيسي هو بين الحركة الشعبية
الواسعة التي تطالب بحقوق سياسية وحقوق مجتمعية وحقوق تتصل بالعدالة الاجتماعية، وتحوله إلى صراع مذهبي أو صراع طائفي أو فئوي. ينسى الناس في غمرة هذا النقاش يعني أن هناك قضايا مشتركة توحدهم وتجمعهم، هي نفسها التي جمعتهم في الخمسينات وجمعتهم في الستينات وجمعتهم في السبعينات كما أشرت الآن. ويجري حالة كل هذه المطالب إلى مؤامرات أو إلى تدخلات خارجية أو إلى برامج فئوية، بينما هي في طبيعتها هي برامج تمس أو تعبر عن مصالح كل مكونات المجتمع. وعندما تنجح أي قوة، خاصة إذا كانت هذه القوة في موقع السلطة وموقع النفوذ، في أن تدفع المجتمع نحو هذا المنزلق، فإنها تؤمن لنفسها الراحة المطلوبة. يعني لم يعد أحد معنيا بأن تكون هناك مطالب وطنية أو مطالب سياسية، بقدر ما أن السني يتوجس من الشيعي، والشيعي يعتقد أن السني يحظى بمحابة أكبر من مقابل الدولة، وهذا يعني في حقيقة الأمر ليس صحيحا، ونحن أبناء مجتمع واحد، ونعرف يعني كيف يعيش أبناء هذا الشعب في مختلف المناطق وفي أي ظروف يعني مجتمعية ومعيشية، نفس الرواتب ونفس ظروف الإسكان ونفس ظروف يعني لا يحظى السني براتب أعلى من راتب الشيعي، ولا يحظى السني بامتيازات لا يحظى. كل هذه المعاناة هي معاناة مشتركة في هذه البلد، وكل البحرينيين بدون استثناء، إلا أن الفئة المحدودة المنتفعة والمستفيدة مما يجري، هذا أمر آخر، ونتحدث عن التكوين المجتمعي العام. السؤال يعني، لأن أنا تحدثت عن الوضع الراهن، خلنا نطرح هذا السؤال: لماذا خرجنا من انتفاضة 65 وقبلها 56 وبعدها السبعينات موحدين؟ لا أريد أن أقول منتصرين، نحن في الخمسينات الهيئة لم تحقق أهدافها، قمعت ونقي القادة وسجن بعضهم وفرضت حالة الطوارئ في البلاد، وحتى المكاسب التي حققت جزئيا حين هاجر مصادرتها هو شيء مشابه يمكن يقال عن 65 وانتفاضة مارس وإلى آخره. نستثني السبعينات وهي مرحلة الاستقلال التي استطاع الشعب البحريني أن ينال فيها الدستور وتبدأ الحياة النيابية الأولى، ولكن في كل هذه التحركات الشعبية، وهذا مهم، كان الشعب يخرج موحدا بصرف النظر هذه التحركات حققت أهدافها أم لم تحقق المطالب التي انطلقت من أجلها، لكن الشعب لم يخرج منقسما، خرج الشعب موحدا في كله. للأسف الشديد نحن يعني في التحركات الأخيرة خرج المجتمع منقسما، وهذا هو وجه الخطورة. في هذا المجال يعني علينا أن نقول التالي: لا مناص من قبول البحرين كما هي، أي بكافة مكوناتها الاجتماعية والمذهبية والسياسية، ويخطئ أو يخطئ من يعتقد أنه بالوسع عزلي أو شطب أي مكون من هذه المكونات من خريطة البلد الاجتماعية. فالأمر لا يتصل بأفراد، وإنما بتكوينات تشكلت عبر سياق زمني ثقافي واجتماعي مديد، وبالتالي فإن كافة هذه المكونات مطالبة بأن توفر لنفسها ليس فقط شروط العيش المشترك، وإنما أيضا التفاعل الخلاق بين بعضها بعضا، وهو التفاعل الذي منه تشكلت الشخصية الوطنية البحرينية، التي هي إلى حدود بعيدة نسيج ذاتها بالقياس لمحيطها القريب، وهي نفسها هذه الشخصية الوطنية التي لحق بها الكثير من التصدع جرى معاشته وتعيشه البلاد حتى اللحظة. في هذا المجال يعني هذه فقرة أنا أخذها من أحدى وثائق المنبر التقدمي، تقول: لا قيمة لأي منجز أو مكسب سياسي إذا كان ثمنه النيل من الوحدة الوطنية للمجتمع، لأن هذه الوحدة بنيت عبر مسار تاريخي معقد، وناضلت من أجلها أجيال من البحرينيين أفلحوا في إقامة تكوينات وطنية بالمعنى الصميم للكلمة، لا تعبر عن طوائف أو فئات، وإنما تعبر عن تطلعات مشتركة لكل أفراد الشعب. ما أريد أن أخلص إليه يعني أن هذه المهمة، العودة إلى هذا التراث، العودة إلى هذه التقاليد، ونحن نحتفل بانتفاضة مارس، هي مهمتنا جميعا كوطنيين، كمناضلين، كجماهير شعبية،
أن نعيد الاعتبار إلى الوحدة الوطنية لمجتمعنا لشعبنا، وأن ندرك أننا لن نستطيع أن ننال ما نطالب به من حقوق إلا مجتمعين، وأن وضع الوحدة الوطنية في تعارض مع الإصلاح السياسي، أن الإصلاح تستفيد منه فيها وتستفيد فيه مجموعة، هذا أمر ليس صحيحا. الإصلاح السياسي الحقيقي في البلد هو مصلحة مشتركة أولا للشعب للمجتمع نفسه، ومصلحة مصلحة أيضا للدولة نفسها في تأمين الاستقرار والأمن في البلد، وأن نذهب إلى المستقبل يعني برؤية واضحة ومحددة. ماذا نريد من هذا المستقبل؟ هل نريد أن نذهب كمجتمع موحد يمتلك رؤية واضحة لدورنا ومكانتنا يعني في الإقليم، ودورنا يعني مكانتنا كدولة وكمجتمع، أم نظل في حالة المراوحة التي نحن فيها؟ هذه مسؤوليتنا جميعا، وكل يعني القوى التي يعني لديها ما يكفي من العقلانية ومن النضج ومن الوطنية جديرة في كل المواقع في كل الأطراف، أنا أتحدث هنا عن الدولة وعن المجتمع، مطالبة بأن تضع يعني هذه المهمة نصب أعينها. الآن هذا الجزء من الورقة كما أشرت أنا في البداية، يعني نحن كنا نتحدث عن جدل الإصلاح والوحدة الوطنية، وأنا يعني كان في ذهني أن يكون الموضوع شوية بأفق ليس محلي فقط وإنما عربي، ولكن بالتزامن مع ذكرى الانتفاضة كما أشرنا قررنا أن ننطلق من انتفاضة مارس ثم نذهب إلى باختصار أيضا عشان ما نعطي فرصة للمناقشة إلى الموضوع العربي الذي نحن جزء منه. يعني في نهاية المطاف يعني البحرين شديدة التأثر بكل ما يدور حولها، وهي يعني هذه من الأمور الإيجابية والتي تحسب لبلدنا ولنا كبحرينيين، أننا لم نكن أبدا بمعزل عما يدور حولنا، يعني دائما كنا شديد التفاعل مع التحركات مع المتغيرات التي تجري مع الأفكار الجديدة مع ما يمر في الساحة من حولنا، يعني كانت البحرين دائما شديدة الالتقاط لكل هذه الأمور. الآن حول هذا الموضوع يعني جرى التعارف يعني بشيء من التحفظ على وصف ما حدث في العالم العربي قبل 7 سنوات بالربيع العربي، طبعا هناك في وقت في تحفظات على مصطلح الربيع العربي باعتباره يعني مصطلحا موسميا زراعيا، يعني أن بعد الربيع يأتي الخريف ويأتي الشتاء، ربيع غير دائم بطبيعة الربيع، الربيع غير دائم، وبالتالي الحديث عن الربيع فقط يعني كأنك تنتظر بعد الربيع أن يأتي الخريف، فلذلك هذا التوصيف ربما لا يعكس حقيقة ما جرى، هو أطلقته الصحافة الغربية، وفيما بعد طبعا بعد أن طال الخريف والشتاء عندنا في العالم العربي وجدنا يعني البشارة في هذا الربيع. ولكن رغم هذه التحفظات على المصطلح، ما جرى هو كان تعبير عن شوق الشعوب إلى إنهاء الاستبداد والاستغلال والظفر بالديمقراطية والحرية، ونحن جزء من هذا فعليا، ما من بلد عربي لم تطاوله موجات هذا التحرك في بداياته، وكان ذلك ردا على ما بلغته الأوضاع في البلدان العربية من ترد على غير صعيد. وهنا أشير يعني بوضوح، ليست مؤامرة أمريكية، يعني هناك من يريد أن يقنعنا أن ما جرى هو مؤامرة أمريكية، أن إدارة أوباما هي فبركت أو سوت أو هذا الموضوع، أو صهيونية، أو أن إسرائيل وراء كل الانتفاضة في سوريا والانتفاضة في اليمن والانتفاضة في تونس وفي كل البلدان العربية، أو إيران أو تركيا، هي أن يعني هؤلاء هم من أخرجوا هذه الجماهير، يعني صدق العاقل بما لا يعقل فإن صدق، فأخرجوا هذه الجماهير هذه الملايين إلى الشوارع كأن هذه الجماهير ليست لها قضية، وكأنها يعني مطمئنة وراضية وسعيدة جدا بالأوضاع التي كانت تعيشها قبل ذلك، هذا ليس صحيحا. هذه الجماهير خرجت لأن يعني مثل ما يقال مرجل الغضب وصل حد الغليان، ولم يعد بإمكان الناس أن تسكت، يعني هذا المعروف أن الانتفاضات تأتي عندما لا يعود بوسع الناس أن تستمر في العيش كما هي تعيش، أو أحيانا عندما لا تستطيع أيضا الحكومات أن تستمر في الحكم بالطريقة التي كانت تحكم بها سابقا.
لكن للأسف يعني هذه التحركات في إذا استثنينا طبعا وأيضا ببعض التحفظ التجربة التونسية انتكست في تقديري يعني الشخصي هناك، وأعتقد هذا ليس تقديرا شخصيا خاصا بي، يعني أعتقد كلنا نتفق على ذلك، ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى ما حصل، وهذا أيضا ينطبق علينا بصورة خاصة يعني أو بصورة من الصور، لا أقول بصورة خاصة. أولا متانة مواقع الاستبداد في العالم العربي وخبرتها الطويلة لا تقاس، يعني حقيقة خلنا نكون واقعيين ولدينا يعني الشجاعة لأن نعترف أيضا بقدراتنا، يعني لا تقاس خبرة الحركات المعارضة بخبرة مواقع الاستبداد والسلطة في العالم العربي. هذه لديها تمرس ولديها أجهزة ولديها قدرات قادرة على أن يعني تتخذ التدابير والإجراءات والتشريعات التي الجديرة بأن تحقق ما تريده هي. ثانيا ضعف مؤسسات المجتمع المدني الحديثة وضآلة دور القوى الوطنية والتقدمية وهامشية دورها، وهذا أيضا إحنا يعني كقوة علمانية وتقدمية ووطنية علينا أن نعترف حقيقة الأمر، يعني نحن ليس نحن كالبحرينيين فقط، كل التقدميين والوطنيين في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي كل البلدان العربية شاركوا في هذه الأحداث وكانوا جزءا منها، ولكن علينا أيضا أن لا نبالغ فإن الدور القيادي لم يكن لهم، وهذه حقيقة يعني. وهذا عنا في جانب منه غياب الحاضنة الديمقراطية القادرة على توجيه هذه التحركات في وجهة وطنية جامعة. طبيعي عندما تكون قوة من هوى سياسي أو مذهبي معين أو إثني إلى آخره قادرة على أن تضفي طابعها على هذا التحرك، يعني يعني لماذا خرجنا موحدين من 65 في 65 ولم نخرج موحدين في 2011؟ يعني هذا هو السؤال كمجتمع، أنا أتحدث ليس كمعارضة. هذه القوى الوطنية هي القادرة على توجيه هذه التحركات في وجهة وطنية جامعة، تجنيبها الانزلاق نحو شعارات وممارسات فئوية. والأخيرا العامل الثالث هو الدور المشبوه الذي لعبه الغرب ودول الناتو من جهة والقوى الإقليمية، هم يقولون إن هاي الانتفاضات والثورات سووها الأمريكان سووها الإيرانيين سووها الأتراك، هذا ليس صحيحا، هؤلاء هم الذين أفشلوا هذه التحركات جميعا بدون استثناء، لأن هذه قوى، هذه ليست شتيمة بالمناسبة، هذه قوى لها مصالح لها حسابات، هي تدافع عن مصالحها، لو ترك الأمر يعني للشعوب أن تناضل بدون هذه التدخلات الأجنبية بدون هذا الاحتواء أو التبني أيا كانت صوره، أعتقد لكان مسار هذه التحركات مختلفا. وأشير إلى دول الناتو وبعض القوى الإقليمية لأنها دفعت في عسكرة الانتفاضات، وهذا عسكرة الانتفاضات كان مقتلا للثورة السورية مثلا. الآن طبعا سنأتي إلى الجدال من الذي بدأ العنف أو إلى آخره، هذا أمر أنا أعتقد يترك للباحثين، ولكن أتحدث عن المحصلة النهائية، يعني وصلت بعض المجتمعات إلى حافة الحرب الأهلية أو بالفعل دخلت في أجواء الحرب الأهلية كما هو الآن في اليمن وفي، فإذا هذا العامل الثالث الذي أدى إلى ما وصلنا إليه. طبعا بني تنجم عن ذلك هذا الانفجار في الهويات الفرعية التي أصبحت يعني في حالة اشتباك وتضاد فيما بينها البين، وبعض ما يجري تعود مسؤوليته بدرجة أساسية إلى الدولة القطرية العربية ذاتها، يعني هي أيضا مسؤولة. إحنا لا نستطيع الآن، يعني هناك من يقول لك إن يعني عندما يجري الحديث مثلا عن أي بلد عربي آخر إن الوضع كان أفضل، يعني إن هذه قبل الثورات كانت أفضل، يعني لو ظل الوضع على ما هو عليه يعني كانت هالبلدان تجنبت، وهذا هو وجه الخطورة، أن تضع الناس أمام خيارين، أما القبول بالأمر الواقع على كل ما فيه من مرارات أو الفوضى.
اختاروا يعني تبغون تعيشون كذي في تحت الاستبداد والقمع وكذا، والله تصير حرب أهلية في في المجتمع. وأعتقد هذا هو ما معناه عنوان الندوة، جدل الإصلاح والوحدة الوطنية. تريدون مجتمعاتكم تتمزق وتتحارب، مو أحسن لكم نضلع إحنا مع هذا؟ هذا أيضا خطر، يعني أنت تضع هذه الشعوب، هذه الأمة في خانة الجمود والثبات على ما هي عليه، وتقضي على كل إمكانية إلى التغيير لا بل أن يعني ما وصلنا إليه، يعني إحنا اللي يقول لك اللي يدافع عن الوضع السابق إنه والله كان الوضع العربي أحسن، لا هذا ليس صحيح. أن هذه الدولة القطرية العربية هي نفسها لم تسعى لإقامة، وليست يعني في بلد بعينه بكلها أعتقد في المجمل تسعى لإقامة التوازن بين الهويات الفرعية داخلها على قاعدة، وهذا ينطبق علينا أيضا بصورة من الصور، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وبلورة هوية وطنية واحدة تكون بمثابة المظلة التي ينضوي تحتها الجميع. على العكس من ذلك، فإن هذه الدولة كثيرا ما سعت إلى تغليب منظومات من التضامن الفرعي كبديل للتضامن الكلي أو الجمعي، مؤسسة على الولاءات، وكثير من الحالات لا يدور الحديث عن بناء الوطن الذي يتساوى أبنائه في كل شيء، وإنما توزيع حصص التمثيل الطائفي والسياسي حتى لو تعارضت مع الطموحات الوطنية المشتركة. لكي لا أطيل، يبدو أنا طولت شوية، في بعض الأمور يعني ممكن لازم أشير لها ولو بسر. يعني ما دام نتحدث عن انفجار الهويات، هنا أيضا لابد من التوقف أمام ما يدعوه يعني أحد أفضل من كتبوا في موضوع الهوية أمين معلوف بالهويات الجريحة، يعني الذي أو التي يعني نجد أصحابها مندفعين فيما يشبه الثأرات لأنفسهم من ظلم أو إجحاف أو تمييز لحق بهم، في ردود فعل قد تبلغ حد العنف أحيانا في مجتمعات لم تعد أن تتعامل مع مكوناتها المختلفة بروح المساواة ومنطق المواطنة المتكافئة التي تتخطى الانتماءات الفرعية. أختم يعني بالقول، يعني سأتجاوز بعض الفقرات أفضل، نأمل أن يكون الظرف الموضوعي الناشئ اليوم رافع للقوى التيارات المدنية والوطنية والتقدمية التي تقاعست يعني بصورة أو أخرى عن أداء دورها، لتذود عن برامجها الاجتماعية في الدفاع عن مصالح شعوبها المعبر عن شرائح المجتمعات كاملة بديلة لبرامج زعماء الطوائف، حيث ينشأ اليوم جيل عربي جديد منفتح على المعرفة ووسائل الاتصال الحديثة، لكنه محبط من انسداد الأفق أمامه، يرنو إلى دور هذه القوى المدنية تطلع يعني لأن تأخذ دورها. لا يمكن للعالم العربي والخليج العربي والبحرين جزء منه أن تبقى خارج استحقاقات هذا العصر، حيث كل مناطق العالم تحولت نحو البناء الديمقراطي ونبذ الشمولية بشكل نبدو معه نحن حالة شاذة في عالم اليوم. لا مفر أمامنا من ولوج الاستحقاق الديمقراطي، إقناعنا بأن الإبقاء على الأوضاع الحالية أفضل، لأن بيكون الخراب والدمار هذا يعني منزلق يعني للقوى للمجتمعات، ليس مطلوب من المجتمعات أن تذهب إلى العنف وتذهب إلى الاقتتال وتذهب إلى الحروب الأهلية، ولكن عليها أن تدرك من يدفعها إلى هذا المنزلق الخطير. وليس صحيحا أن الإبقاء على الأوضاع هو أفضل من التغيير، وإلا سيكون التغيير يمكن أن يكون إيجابيا. ثم أن أيضا في كثير عندما تتعرض المجتمعات لبعض التغييرات تحدث فيها حالات من عدم الاستقرار لفترة، ولكنها سرعان يعني ما تستعيد توازنها وتذهب إلى المستقبل يعني بخطى يعني واثقة. أشكركم على إصغائكم وفي الله. الدكتور حسن تناول موضوع في ذكرى انتفاضة مارس جدل الوحدة الوطنية والإصلاح السياسي، طبعا تطرق إلى عدة نقاط وعدة محاور خاصة فيما يتعلق بتسيح العمال وسقوط عدد من شهداء ودعم الحركة الوطنية في تلك الفترة لهذه المسيرة، بالإضافة لها الهيمنة البريطانية في البحرين، و نقدر نقول أو ذكر الدكتور على نجاح يعني المعتصمين أو المفصولين أو الحركة الوطنية، التحركات اللي حصلت في إعادة المفصولين، وأعكس ذلك على
الفترات اللاحقة للانتفاضة، وربط أيضا ما حصل في 65 هو امتدادات لعام 1956، وهو زمن هيئة الحركة أو حركة الهيئة الوطنية. لكن هذا التشرذم العميق في الحركة الوطنية تساءل أيضا مسؤولية من في، ولماذا خرجنا موحدين في 56 و 65 بينما أنه ما حصل لاحقا من انتفاضات وتحركات شعبية كانت لا تتسم بهذه الصفة. فالحل هو حسب رأي الدكتور العودة إلى التقاليد الوطنية والمطالبة بالإصلاح السياسي بشكل جماعي وموحد ورؤية واضحة لمستقبل الدولة والمجتمع. ثم تناول أيضا محور جدل الوحدة الوطنية، وتناول فيه أيضا أن البحرين لم تكن أو تتحرك بمعزل عن التغيرات التي حصلت في الدول العربية. فيمكن الكل أيضا يتذكر موجة الربيع العربي والتسميات التي أطلقت عليه، لكن يبدو أن ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب الجمعيات الحاضنة الوطنية الحاضمة لهذه المسارات وهذه الانتفاضات أضعف من النتائج لي، حتى أطلقت دول الغرب يعني مصطلح عسكرة الانتفاضات على كثير من الانتفاضات التي حصلت أو الثورات اللي حصلت في دول العالم. وأكد في نهاية حديثة على أهمية الجيل العربي الجديد والاستحقاقات الديمقراطية يعني كملامح عامة أو كمخارج لمعاناة المواطن العربي سواء في البحرين أو خارج البحرين. أتذكر يعني أو أعتقد أنه هذه يعني ملخص ما قام به وما ذكره الدكتور حسن، وهذه الآن فرصة نتيحها للإخوة لطرح الأسئلة. يعني أكيد لديكم بعض الأسئلة حول هذه أو تعقيبات، فدعونا نفتح الأبواب للتعقيبات. ومهدي ثاني عبد النبي أحد ثالث تفضل أخ مهدي. شكرا دكتور على الورقة القيمة اللي قدمتها للقراءة، وفي البدء شكر كبير للتجمع القومي والمنبر التقدمي في يعني على الأقل في هذه الندوة يعني تذكير الجميع بانتفاضة ماسك، وهو تقليد على الأقل كنا يعني سنويا يعني مما بعد الانفتاح في 2001 في يعني ثلاثة تنظيمات تقدمي والقومي ووعد نحتفي به دائما، وأعتقد هذا مهم جدا التذكير في هذه المحطة النظامية. أولا في مسألة أن أتفق مع الدكتور فيما وصل إليه في موضوع عوامل انتكاس الربيع العربي، وأعتقد هي الدولة العميقة فعلا هي المصيبة الكبرى أو الأساس في يعني كل ما حصل. يعني واضح أن هذه الدولة عمرها يمكن 50 سنة تتغير الوجوه وتبقى التقاليد، الدولة هي يعني الدولة العميقة هي الأساس في انتكاسها يعني بشكل واقع. الشيء الموضوع انتفاضة ماس، يعني الواحد يقرأ عن انتفاضة ماس قرينا، والمرحوم محمد السيد كتب يعني كتابة جدا مهمة، يعني وإحنا كنا صغار نتذكر يعني الحركات الجماهيرية. بس أنا فقط عندما عندي ملاحظة عندما أقرأ عن 56 وأقرأ عن 56 حركة وطرحت مطالب واضحة سياسية، يعني حياة نيابية، مجلس بلدي، مجلس تعليم، يعني أصلاح واضح وشخصيات وطنية واضحة، الشملان، الباكر، عبد العلي العليوات بشكل واضح. عندما نجي ل 65 نشوف في حركة جماهيرية، بس أتمنى أنا أكون غلطان إن ما في مطالب، يعني المطلب هو إرجاع المنصورين مال باكو، بس ما في مطالب سياسية واضحة.
ويمكن يكون حتى كشخصية فعلا اللي كان يقود الحراك هو يعني بما نقرأ من البيانات هي اللي هي التنظيمات تحديدا اليسارية من التجمعات القومية هم اللي كانوا اللي يقودون الحراك على بس شخصية ما هم شفنا يعني فما بعرف يعني يمكن دكتور أو أحد الحضور ينورنا في هذا المكان شكرا تفضل الأستاذ عبد النبي شكرا للدكتور حسن على هذا ما قدمه الطرح بس نقاط سريعة بالنسبة أنا عايشت الانتفاضة كنت في الجامعة الأمريكية بيروت أو كنت في خارج كنت يعني الدور الحقيقة اللي لعبه جسم الطلاب ذاك الوقت الروابط الطلابية كان مهم بمعناتها في إيصال صوت الانتفاضة إلى وسائط الإعلام للأحزاب إلى غيرها يعني أنا ذكرت وكانت تتواصل الروابط الطلابية طبعا ذاك الوقت ما كان في وسائل الاتصال الحالية يعني كانوا في تواصل بالتليفون بال وفي بيروت حقيقة تم حشد على الأقل الحالات الطلابية والروابط الطلابية ذاك الوقت العربية القومية إلى دعم هذا الشيء والصحافة الوطنية في بيروت كانت تدعمها وكنا نذكر إنه في مثلاً إذاعات الأساسية في الوقت العربي ذاك الوقت بغداد دمشق القاهرة كانت يعني تنقل طبعاً أحياناً بشيء من التهويلي ولكن نتيجة لعدم ولكن كان هناك في تعاطف عربي يعني مع انتفاضة مارس وفي اعتقادي يجب ناخذ حدودها لأن ذاك الوقت طبعاً يعني يمكن جانب من الأهمية هو أن بعد نكسر اللي صارت بعد 56 والانكسار جاءت انتفاضة مارس لي نوع من تجدد الأمل عند الناس وتقول أن هذا الشعب ما استقال طبعا مع محدودية الحدث حدث عمالي تطور إلى حراك جماهيري واسع ولكن أتفق بأنه يمكن فعلا هذا السؤال اللي مطروح لأنها كانت محدودة الأهداف ذات طبيعة طبعا سرية جدا يوم انت لما تشوف الارشيف او تشوف ما في صور لانتفاضة 5 مارس في اتفاق في حركة الهيئة في صور لكن ما في صور ولا في دور في ما في يعني هذا الشيء مما كان يطبع طابعها بطابع سري الى اخره وليس الشيء مكشوف في الجماهير الواسع اللي كانت احتجاجات يمكن لا تاخذ بال على صريح الهيئة اللي هو الاف من الناس. الشيء الاخر اللي طرح طبعا مسألة الوحدة ويمكن اللي طرحت انه ايضا مجددا انا في اعتقادي هي ظاهرة عربية بامتياز يعني تستثني مثلا بلدان اللي تحقق فيها قدر من الوحدة الوطنية في مقارعة الخصم اول شيء في فرق كبير الاستفسار اللي طرحته الدكتور انه رغم انه خرجت انتفاضة مارس 65 ولم تحقق أهدافها لكن استمرت الوحدة الوطنية فيما لاحقا حدثت شروخ في الوحدة الوطنية الصف الوطني هذه ظاهرة عربية على فكرة يعني في النضال ضد خصم خارجي كان هناك توحد أفضل وكان هناك في نزعة خلينا نقول وطنية قومية بينما لاحقا أصبح هناك في يعني كما شفنا في انقسامات لما يكون الخصم الداخلي لما يكون الخصم محلي وأنا في اعتقادي أنه لو يعني اليوم إحنا لما نلقي نظرة سريعة على المجتمع العربي في مجتمع ممزق في بلدان كانت تتمتع بوحدة أيضا أفضل منها يمكن في العراق كانت هناك مؤسسات وأحزاب يتضم شيعة سنة يعني مختلف المذاهب من القوميات وينها اليوم؟ أصبحت طابع الأحزاب هي طابع يا مذهبي يا قومي يا أثري يا غيره في الجزائر يعني كانت هناك في نوع من الجزائر توحدت في جبهة واحدة جبهة التحرير الجزائرية دخلوا فيها الشيوعيين والإسلاميين وغيرها واليوم مصر اللي كانوا يعني فأعتقد في خلل أو في شروخ عميقة لحقت بالشعب بالمجتمع العربي ومنساقت وراها النخب واصبحت تنظر لها وهذا شيء
يعني يريد يعني هل الوحدة عصية على 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 هذا المجتمع العربي؟ هذا سؤال يطرح. يعني هل الوحدة؟ ثاني شيء وبعجالة أقول بأنه بالنسبة للوطن العربي أو المفاوضات أكيد هذا الشيء خرجت في معظمها عفوية ونتيجة لتراكمات أو احتجاجات سابقة في بصر كانت احتجاجات سابقة وشكل الظاهرة العربية وليست مفبركة. يعني أنا أتفق من المغرب إلى البحرين انتفاضات تتلاحق في كل مكان وتردد شعارات تقريبا ذات الشعارات وترفع أعلام الانتفاضات في ولكن في بالمقابل يعني لم تكن هناك في نخ تنظيمات سياسية أو تنظيمات سياسية لم تشكل وحدة. احنا رحنا مصر شفنا هذا الجماعة في التحرير موزعين على 80 حزب وكل حزب من بلدهم من فرحهم لم يستطيعوا يخلقوا الأداء الموحدة للاستمرار بالثورة عن ثورة 25 يناير. نفس الشيء احنا هني صح في قدر كبير من التعايش ولا أقول الوحدة أيضا. كانت هناك تنافر كبير في الشعارات وفي المطروحات ما بين قوى سياسية بين القوى السياسية المرخصة أو المشرعة وغير المشرعة وداخل حتى غير. فلذلك مع طبعا إدراك بأن أنت تواجه أيضا خصم محلي ما تواجه خصم خارجي. فهذه المسألة هذا أيضا يعني إحنا نشوف مثلا في دول الثورات الناجحة الثورات الناجحة هي التي تشكلت لها أداة واحدة. فيتنام 40 مليون لكن عندهم جبهة تحرير واحدة. الثورة الفلسطينية فيها يمكن 50 فصيل غير المعلن داخل كل تنظيم داخل هناك في انقسامات. نفس الشيء احنا يعني هذه يمكن يريد لها فعلا انه يعني نحن مع كثرة العمل لا ننجح في 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 توحد في لحظة على برنامج مؤقت ممكن يضمن الحلول. لا نبدأ الخلاف من لحظة على التفاصيل وعلى ماذا يمكن المستقبل. شكرا. ما في احد؟ تفضل استاذ احمد. طبعا نشكر جميع التجمع القومي وكذلك الدكتور حسن على هذه المعلومات صراحه اللي هي قد تكون على كبار في السن ليست بجديده لأنه هو مثل ما قلنا هي نتحكي عن ذكرى ونربطها بالواقع. و طبعا أتفق مع الكثير مما طرح بس أستوقف شوي إن عند نقطة واحدة أو أكثر من نقطة صراحة واحدة إن الحراك اللي كان أو الانتفاضة أو الثورات اللي قامت قبل لا ننسى إن كنا في ظل النظام مستعمر خلنا نقول أو الانتداب أو الحماية. فأعتقد هذا لا الظرف ولا يختلف. أما بعدين لني الأوضاع ما بعد ذلك أي عقب الاستقلال وتشكيل الدولة نسميها الدولة المدنية أو بما نتقنى بها هني الأمور أعتقد شوي تختلف. شيء آخر أيضا إن يعني مسألة المد الديني وخروجه واستبحاله وفي نفس الوقت ضعف التيارات الموجودة الليبرالية أو خلينا نقول العلمانية سمها ما شئت في هذه المرحلة هذه أعتقد بداية الشرخ الطائفي أنا ما أعتقد إلا هو كذا وهذه هي مشكلتنا. بعدين في الأخير مسألتها وربطها بمسألة الإصلاح السياسي وأنا أعتقد المشروع الإصلاحي بشكل عام هو في أصله هو إصلاح سياسي. يعني هو لا يخرج عن أنه هو كله على بعضه مشروع لهذا إلا أنه فيه جوانب لكن يرجع في الأخير إلى نقطة أساسية واللي هي مسألة الإصلاح السياسي. الإصلاح السياسي المشكلة أن احنا قمنا أو ما قدم على الأرض يعني إن في ديمقراطية في حرية في مشاركة الشعب مع النظام في صنع القرار إلى آخره إلى هذا كان كله طبعا كان أعتقد إنه هو على الورق ليس أكثر من ذلك. لكن الموجود في ذيله مثل ما بين التيار الديني
في الجهتين طبعا طائفتين اجدادة، واعتقد شوي التراجع اللي صار هذا شيء واحد. الشيء الثاني ان الديمقراطية اصبحت بس مجرد ان يعني نتكلم بها او نجدها في ميثاق العمل الوطني او حتى دستور 2002، الا ان على ارض الواقع صار نوع العزل او جدار كبير ما بين النظام وما بين الشعب. انا اعتقد هذه بعد كان ربما ان يعني نقف عندها اكثر لتحليل الوضع الان في حقوق التطورات اللي صارت وما كنا نعيش قبل، اعتقد في نوع ما من 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 يعني الاختلافات الموجوده. طبعا هذه اللي بس اللي حبيت اقوله او اضيفه او اقول فيه، والا ان الامور اللي طرحت من جماعه التداخل وحتى من الدكتور حسن هي يعني هي كلها نعم تصفي نفس القضيه اللي عندنا. شكرا شكرا. تفضل في سؤال اخر. أولا أشكرك يا سعادة الدكتور على هاي المنظر القيم انتفاضة مارس، كنا دروس وعبر نتعلم من هذه الانتفاضة. طبعا اللي كانوا قياديين في انتفاضة الشهداء اللي سقطوا كلنا نعرفهم، يعني البنودي وسرحان والقصاب وشخصيات كانت وطنية يعني استشهدت في قرابة 9 شخصيات للتذكير بس. وهذه أيضا يجب أن يكون انتفاضة مارس يعني ينشر بشكل واسع على مستوى التواصل الاجتماعي وللتذكير بالوطنيين والقياديين يعني بهاي المناسبة، يعني وهي طبعا مناسبة يعني للذكرى عزيزة علينا وكلنا يعني اللي عاصروا انتفاضة المنامة وانتفاضة في المحرك اللي يسمى بورسعيد. شكرا جزيلا. شكرا. أعتقد تفضل خلاص. شكرا للإخوان الذين تداخلوا على المداخلات المهمة، والحقيقة أنا أتفق يعني مع ما طرح فيها يعني، بس يمكن أيضا هذا يحفزنا على شوية بعض الاستطرادات. أنا طبعا أشكر الصديق مهدي على هذه المقارنة، يمكن ما لم تحظى ب يعني ما تستحق من اهتمام سابق يعني في الدراسات وكذا، المقارنة بين حركة الهيئة وانتفاضة 65 موضوع جدير بالبحث يعني. بس يمكن شوية أختلف معاك في جزئية أيضا بحاجة إلى المزيد من التأكيد والدراسة، هو حول المطالب. هي صحيح إن الانتفاضة انطلقت عفوية وبمطالب مطلب محدود وهو إعادة العمال المفصولين من شركة باوكو، ولكن العودة إلى البيانات التي أصدرتها القوى الوطنية آنذاك يعني سواء حركة القومية العرب والتشكيلات القومية عامة أو أيضا حتى بيانات جبهة التحرير، تجد بالعكس هناك مطالب وطنية تتصل بموضوع الاستقلال وموضوع البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، الوجود العسكري البريطاني في البحرين. يعني هناك سلسلة من المطالب ذات الطابع الوطني العام التي قد لا تختلف في الجوهر عن التي رفعت في الخمسينات. ولكن طبعا أتفق معك أن الحركة الهيئة أولا كانت أوسع لأنها استمرت حوالي عامين من 54 إلى 56 في ظرف عربي كان مختلف. الانتفاضة لم تستمر يعني في نهاية أبريل، هي انتهت الانتفاضة قضي عليها يعني قمعت انتفاضة 65، بينما حركة الهيئة استمرت من 54 إلى ممكن ربما لولا العدوان الثلاثي على مصر في 56 كان يمكن لها أيضا أن تستمر ويمكن أن تعطي نتائج أيضا، يمكن تحقق بعض الانتصارات. ولكن الظرف العربي أيضا خذل كما هي العادة يعني خذل الهيئة في آنذاك.
فبطبيعة الحال أن الـ يعني هذا المدى الزمني الطويل أعطى زخم كبير، وبعدين نشأ في البلد شيء يعني غير مسبوق، وهو نوع من ازدواجية السلطة. يعني الهيئة أيضا كانت تشكل يعني صورة من صور السلطة، يعني كانت تدير بعض الأمور وتحرك قطاعات يعني شعبية واسعة. ولا بد طبعا من الإشارة إلى أن يعني كاريزما الشخصيات التي قادت، يعني كما تفضلت أنت الباكر وعبد العزيز الشملان وآخرين يعني ممن كانوا معهم يعني في قيادة هذه التمتع، ولا شك يعني بقدر كبير من الحضور والشعبية والكاريزما السياسية. لا أستطيع أن أقول أن هذا لم يكن موجود في 65، ولكن لا تنسى أن التنظيمات كانت سرية على خلاف الهيئة. الهيئة نشأت علنية، هي لم تنشأ سرية، نشأت بوجوه معروفة وفي مناخ يعني أيضا مختلف الحقيقة، لأن كان مناخ نهضة وطنية وقومية عربية عامة. ويعني ابتدى ذلك حتى قبل الهيئة بمجلد البحرين، لأن كل قادة الهيئة كانوا لهم علاقة بهذه المجلة، سواء من يكتبون فيها أو من. وبعد ذلك تحول الموضوع طبعا إلى الحركة الواسعة الشعبية التي امتدت كما أشرت إلى. لكن أيضا الانتفاضة قدمت أيضا، انتفاضة 65 أيضا يعني قدمت شهادات أو وجوه، قصدي قدمت وجوه قيادية مهمة يعني، وبعضها لا يزال مستمرا في العمل الوطني أو مات وهو مستمر على موقفه. يعني مثلا السيد إبراهيم كمال الدين، أحمد الشملان، محمد السيد أيضا كان من الذين وثقوا هذه الانتفاضة في كتاب. يعني الانتفاضة أيضا أفرزت بعض الوجوه التي كان فيما لها دور، يعني فيما لحق دور وطني استمر لعقود. لكن طبعا أتفق معك أن هناك فارق يعني بالفعل جدير بأن يدرس ويبحث، ولكن هذه بعض الإضاءات اللي ممكن يعني توضح يعني الأسباب. يعني بالنسبة إلى ما طرح أبو منصور أن هذه ظاهرة عربية، أنا طبعا أشرت في المداخلة لأنها بالفعل ظاهرة عربية وليست ظاهرة بحرينية، ولذلك أتفق معك تماما. يعني إحنا لحسن الحظ كنا أنا وأبو منصور في مسقط وحضرنا محاضرة دكتور فواز طرابلسي عن سايكس بيكو، يعني تحت عنوان قراءة جديدة، وهو يعني أثار في هذه المحاضرة نقطة جدا مهمة يعني جديرة بالتأمل فيها، أن ليس سايكس يعني مو أن سايكس بيكو بريء مما نحن فيه، ولكن ليس هو السبب الوحيد أو السبب الرئيسي. يعني أن هذه الأنظمة العربية حكمت يعني 100 سنة من سايكس، من يعني إذا مو 100 سنة شيء مشابه يعني، وهي تحكم البلدان العربية. لماذا لم تستطع أن تبني دولا ديمقراطية تؤمن المشاركة الشعبية تؤمن العدالة الاجتماعية؟ يعني إلقاء اللوم بأن سايكس بيكو هو سبب هذا الخراب، هذا ليس تبرئة للمستعمرين الفرنسيين أو البريطانيين، وكانت معهم أيضا كانوا معهم الروس القياصرة في إبرام الاتفاقية أول مرة تبرئتهم من هذا الأمر، ولكن تقاسم النفوذ يعني بين هذه الدول في المنطقة العربية. ولكن أيضا هذا لا يجب أن لا يحملنا على أن نبرئ هذه الأنظمة التي حكمت البلدان العربية طوال هذه العقود مما وصلنا إليه. يعني وكان الملاذ في إلقاء اللوم على ذلك. لذلك يعني هذه الانفجارات العربية التي حدثت وبهذا الزخم الكبير كانت مفهومة، لأنها جت في ظرف عربي مأزوم. لا تخ يعني الناس لا تخرج إلى الشوارع يعني لأن في زر أمريكي ولا زر إيراني ولا زر أردوغان ولا كذا ويطلع الجماهير إلى الشوارع، هذا يعني لا يجوز. يعني هذه دول لها مصالحها، لها حساباتها، وأنا أشرت لأنها ساهمت سلبيا في حرف هذه الانتفاضات عن مسارها الصحيح، وساهمت في تحويلها في بعض البلدان كما هو في سوريا أو غيرها إلى اقتتال وإلى عسكرة. ولكن بالمقابل هذه الناس طلعت لأن هناك في وضع يعني محتقن سياسيا ومعيشيا وسياسيا، والناس تتطلع إلى التغيير.
كون ان هذا التغيير لم يعطي ثماره يعني في 2011 هذا لا يعني ان الازمه حلت، ولا يعني ان استتباب الامن بصوره او باخرى في اي مجتمع ان هذه القضايا اللي خرجت الناس من اجلها انتهت. هذا ايضا استخفاف بالعقل، وسيؤدي ايضا الى يعني افق يعني غير معروف. يعني انت مطالب بان تستخلص مما جرى لكي لا يحدث ما حدث، يجب ان نستخلص خاصه منهم في موقع المسؤوليه، الحكومات والدول وإلى آخر، تستخلص مما جرى هذه الدروس وتعمل من أجل أن لا يتكرر الذي حدث، بتأمين التحول الديمقراطي السلمي العادل الذي يؤمن لهذه المجتمعات استقرارها وأمنها، ويؤمن لشعوبها يعني الرخاء والعيش الكريم. هل الوحدة، تساءل أبو منصور، هل الوحدة العصية؟ أنا لا أعتقد أن الوحدة عصية، الوحدة العربية عصية يعني، أو وحدة المجتمعات بالأحرى العربية عصية، لأن عندنا تجربة هذه الدول استطاعت أن تتعايش، وهي مكونات يعني مصر فيها أقباط وفيها مسلمين، سوريا فيها دروز ومسيحيين وعلويين وإلى آخره، واستطاع المجتمع السوري أن يتعايش وأن يندمج. اليمن فيها سنة وفيها زيديين، ومع ذلك كان مجتمعا موحدا، ولا ممكن نفرق بين الزيدي وبين السني في اليمن، ولا نعرف من هو، وهناك حد داخل حتى في الطقوس الدينية نفسها. يعني البحرين أيضا يعني على الأقل من الخمسينات حتى نهاية الثمانينات وربما بمعنى، وحتى الآن في هذا القدر من التعايش. يعني أنا أعتقد أن يعني إذا منروح على منطق أن هذه الوهل الذي يجري الترويج له، لأن هذه مجتمعات غير متجانسة ويجب تفكيكها وبناء كيانات متجانسة طائفيا ومذهبيا، إذا منروح بهذا المنطق كل أوروبا يجب أن تفكك، كل البلدان الأوروبية فيها قوميات وفيها لغات وفيها مختلفة، فهل يعني هذا معناته كل الكيانات القائمة في العالم يجب أن يعاد النظر فيها؟ هذه يعني حجة الحاجز، حجة الراغب في أن تستمر الأزمات وحرف مسار الأحداث من أن يكون مطالبات بالبناء الديمقراطي وبالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات إلى صراع بين الطوائف وبين المذاهب وبين الملل المختلفة، وهذا وهناك قوى إقليمية لها مصلحة في ذلك، لأنها تجد أمام كلمة عندما يجد جسما هشا وضعيفا يعني ينتشر فيه، والجسم العربي الآن جسم ضعيف وهش، ولذلك يعني قابل للاختراق من كلها بودب، يعني طالما الساعة مفتوحة أمامك ما الذي يمنع يعني أن تمدد نفوذك؟ يعني إيران تمدد نفوذها في جهة، وتركيا في جهة، وإسرائيل تحتل المزيد من الأراضي وإلى آخر. أنا أعتقد لا، إن وحدة المجتمعات العربية رغم هذا التنوع الذي فيها ممكن، بالعكس التنوع ممكن يكون عامل إثراء وليس عامل، يعني المجتمع المتنوع هو مش أكثر ثراء وغنى من المجتمع بلون واحد، وهذه حقيقة، وحتى يمكن إحنا نلمسها في البحرين، يعني كمجتمع متعدد يعني ومتنوع في تكويناته المجتمعية. أتفق مع الأستاذ أحمد عبد الملك أيضا فيما ذهب إليه وفي الأسباب التي أشار إليه. أنا ممكن أشير إلى، نحن طبعا مرتبطين بالوضع العربي لا شك، يعني هذا أنا أشرت إليه في المداخلة، وأشار لي أبو منصور، وإحنا في الأخير يعني جزء من عالمنا العربي وطننا العربي، ولكن أيضا يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن إحنا بعد بلد صغير، مجتمع صغير في محيط إقليمي نعرف جدا حساسيته وملابساته، لا نستطيع أيضا يعني فقط نقنع أنفسنا بأن ما أن الوضع العربي سيء إحنا بعد لازم يكون وضعنا سيء، يعني أيضا هذا بعد يجب أن نبذل جهودنا يعني إحنا جميعا، لأن هذا البلد الصغير، هذا المجتمع الصغير ينأى بنفسه، يعني لا ينأى بنفسه عن قضايا أمتي، ولكن ينأى بنفسه عن المشاكل، وهذه ليست مسؤولية المجتمع والمعارضة وحدهم، مسؤولية من بيده السلطة بدرجة أساسية، هو القادر على أن يفتح يعني مسار الحل، وأن تظهر أيضا من جانبها المعارضة ما هو مطلوب منها من حكمة ومن استعداد لأن تدعم خطوات من هذا القبيل. أعتقد عارف، شكرا على مداخلتك وحضورك، يعني شكرا جزيلا. ما أدري هل في أسئلة أخرى قبل؟
شكرا جزيلا دكتور حسن مدان، وشكرا جزيلا لجمعية المنبر التقدمي على هذا التعاون من أجل يعني إقامة ندوات أخرى تصل في هذه الذكريات الهامة التي مر بها شعب البحرين. وشكرا للحضور، ونأمل أن نلتقي بكم في ندوات أخرى. شكرا.